سيداتي السادتي ladies and gentlemen please welcome the Rashid Show. السلام عليكم. ضيف لي معنا اليوم دي جي طلق لي شي ديسك باش لونسي لحقاش الضيف ديال اليوم سبيسيال. الضيف اللي معنا اليوم هو غادي نخليكم تكتشفوه في القراءة ديال حاجتك. ياو ياو جيتكم وما جيتكم. الضيف اللي معنا اليوم هو فنان كوميدي ولد الشعب فمو كبير وهو بنادم ولكن ماشي يدير بصح لحقاش هو غير كارتون. هاد الشخصية اللي معكم اليوم هي معروفة في اليوتيوب وبنادم في ما تطلع لي الدم تيقول سميتو دابا انا طلع لي الدم وسير داك الخش بالسير. الله يبارك فيك. شوف دازت الطريق مزيانه. مزيان الحمد لله. الاسم الحقيقي ديالك خشبيش معر. خشبيش معر. اول مره كنعرض على خشبيش في البلاطو ديالي، يعني اول مره كنعرض على شي حد كيدير هذا النوع هذا. انت حفظك لي اخي رشيد. الله يحفظك. نعم بالضبط بديتي. ماشي انا اللي بديت، سفيان اللي بدا بيا هذه السلسله هذه بدايه 2014، يعني دابا شي عام. سمعنا انك في الصور ديالك كنتي كدير نجاره. عادي ما خلينا نجاره، ما خلينا بني، خدمنا في المارشيات. سمعنا عليك واحد القضيه انك عاوتاني كنتي كتربي الحمام. لا دغري هذه ياك. لا ما عمري ربيت الحمام، كنربي غير الكلاب. واش نقدروا نقولوا بان الخشبيش قبل السوف المغرب، يعني فرض الوجود ديالو؟ وراه من شحال هذه الخشبيش فرض الوجود ديالو في المغرب، راه نصف المغاربه خشبيش. عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين. هذه الفقره هذه كيهضروا معاك دي سيليبريتي، ناس معروفين كيهضروا معاك وخصك تجاوبهم. غادي تجاوبهم؟ اجي بعدا عندك مع الشاطي وعندك مع فيسبوك. يا ديما اخوك في الفيسبوك. دونك هاد شاطي اليوم. شاطي ومال. مستعد؟ مستعد. يلا نسمعوا. واعر واحد جاي ضونجي هاد الدمدم اللي كتعرف تغدا ضونجي. رجلوا إما نطق الصفيه في السكوت أخير. ما أدري بخاصة تعرف خشبيش ماشي راجل نتايا يا ما درتيني في الحلقات دياولك بزبال داري وانت ما درتينيش حتى أنا راه بغي نكون خشبيش حقيقي. خشبيش 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 البنات. اخي رشيد دوختني ديك الدريه اللي عندكم ليه راه راه حتى ديك المنطره. وصلنا لأصعب مرحلة في البرنامج، هي مرحلة ديال الصراحة. غادي نطرح عليك بعض الأسئلة وبغيتك تجاوبني بلا كذب. سير على الله، أنا أصلا ما كنكذبش. شي ناس كيتهموك بأنك كتشفر. ها؟ كنشفر؟ لا لا، مرة اللي ديت بسطة لقيتو خاوي ورجعتو لمولاه. فقدتي الأمل في الحياة؟ ديما فقدت الأمل في هذا المغرب. شكون العدو ديال خشبيش؟ مريقية المحسادة. واش خشبيش فايت دوز شي بليا؟ لا لا كندير غير كان تفقات على خشبيش. شكرا، نتمنى انك تكون كنتي معنا صريح. اخر مرحله في البرنامج هي مرحله ديال التحدي. غادي نعطيوك واحد التحدي وخصك ديرو. بغيتي تعرف التحدي؟ يلا تعرف على التحدي حالا. سمعنا ان جوابك على لسانك، داكشي علاش التحدي ديالك اليوم غادي يسولك رشيد بعض اسئله وغادي تجاوب عليهم بجمله واحده وبلا تفكير. وما تنساش عندك دقيقه فقط.
الصحة في المغرب. مريضة. سياسة. بنكيران. أشو مشكل في التعليم؟ كسول. الفن. محروم. منتخب. فيش بيش. صافي مش رجل عاد بس كدير لي جنب الصفحة ديالي. ها هي الفحش. أبونا عندي في اليوتيوب.